السلام عليكم العشرة. اليوم احنا فرنسا، بالضبط في مدينة مونطون مدينة الليمون. هي مشهورة بالليمون ولكن ما فيش ليمون، مشهورة بواحد المهرجان ديال الليمون. المهم دابا غنمشيو نشوفو الاستعراض او اش كاين تما بالضبط. المهم شوفو. We'll be right back.
كما كتشوفوا اعزائي حلقتنا سالات، نتمنى نتلاقاو فرصه جديده وبلاصه جديده. تحياتي ان شاء الله، تشوفوا.